تمامت. كيف بس لقطة جون سنو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة بانر لورد Game of Thrones. اليوم مثل ما تشوفون غيرنا، الحلقة الماضية اخذت درع العملاق وما زلت لابس سراسة لأنه مناسب أشوفها صراحة الشخصية. هالمرة الدرع هذا أتوقع عرفتوه درع نايت كينج، طبعا راح ارجع له لبسي او درعي اللي كنت لابسه، شكلها غلط لكن ما يهمنا، من باب التنويع ودي اجرب اسلحة جديدة. وبنفس الوقت خدت السيف حقه، شوفوا السوينج سبيد هنا 96 وهنا 80، حتى يوم واجهناه شفنا هذا الشيء وشفنا كيف السرعة ملحوظة جدا. ثلاث كومنتات على السريع: اعدم القادة الاسرع حتى لا يبلشونك بجيوش او حتى لا يشكلون جيوش، استمر وحاول تخرج من الدثراكيين بدون حرب. والكومنت الثالث والأخير: حسن علاقتك مع الكلانات وسوي انقلاب على حاكم دثراكي وحتى تصير أنت الحاكم في مكانه. طيب خلنا نسكر هذا على السريع عشان أرويكم الصورة. الدورنا يا شباب أعلن الحرب، قوتهم تقريبا ضعف قوتنا، مكانهم في الخريطة. أنا حاليا اتجهت لليمين، أيوة Created Army. كتذكير سريع، المدينة هذه حقتي والحلقة الماضية نهايتها أخذنا هذه المدينتين، فشوفوا البعد بين المدن هذه مشكلة. الشغلة الثانية، الدثراكي مثل ما كتبتوا لي في الكومنتات وتعرفون هذا الشيء، لابد ان الكلانات هذه اللي تابع الحاكم، الحاكم عنده هذه المدينة بس، هذول تابعين له، فالقادة هذول لازم اني احسن علاقتي معهم. مثل ما تشوفون سالب 80 ريليشن شيب، علاقتي جدا سيئة معهم، وهذا سالب 28، فلا بد اني في هذه الحلقة احاول احسن قدر الامكان، هذا احد اهدافي. الشغلة الثالثة مثل ما تشوفون الدورن بدأ لا يطلعون فوق باتجاه الوست والنورث، لا اتجهوا يمين شاطحين لعندنا، وأول مدينتين في وجههم طبعا مدينة الدثراكي اللي هي تابعة للكلان حقي. هنا نلاحظ ان فيه حرب نرفس، بس باقيت لهم هذه المدينتين، واضح ان واحدة بتنشل الحين، راح تبقى لهم العاصمة هذه الوحيدة. الدورن برضه داخلين فيهم، الدورن شاطحين بزيادة، فبإذن الله في هذه الحلقة راح نوقفهم عند حدهم وبعدها نتفاهم مع الدثراكي. انا جيت هنا اجند، راح اجند اللي اقدر عليه وراح اشطح يسار استقبل الجيش الدورني اللي غالبا راح يتوجه هنا، ما اظن انه راح يروح يمين هناك. اول مدينتين بيهجم على واحدة من هذا، ولا نكثر حكي اكثر، نقول بسم الله. هذا كالبونو ارمي استدعى 239 رجال حاليا، لسه البقية ما وصلوا له، وانا بشوف على حسب عدد الرجال راح استدعي اللي اقدر عليه. عندي انفلونس 128 بستدعي ب 121، راح يبقى لي 17 انفلونس راح اخليه للتماسك. راح استغل كل خطوة، اي قرية في طريقي راح اجند، جند الجميع اللي تقدر عليهم. اذا ما هجموا علينا احنا راح نهجم عليهم وناخذ واحدة من المدن حقهم. بحاول اني استوقف الاحداث واكون انا اللي اسوي الحصار حتى اني اخذ المدينة. للعلم يا شباب ترى الحلقة هذه اقسم بالله ان لي يومين احاول اصورها وواجهت كثير من المشاكل، ما ودي اتطرق لها، لكن يعلم الله اني عانيت هاليومين وانا احاول اصور، لكن فيه يعني نسخ جديدة من اللعبة نازلة والمودات لازم انها تتحدث. Your settlement بولوزو، يا سلام هجموا على بولوزو. بولوزو اكثر دخل، توني قبل شوي اشوف الدخل عندي، الدخل عندي 19900، اكثر شيء يجيني من بولوزو 2000 تقريبا، 2079، فيبطون والله يبطون انهم ياخذونها. 1400 جندي وهو 780 وجنبه 111، احنا 600. كم يطلع التوتل؟ تقريبا 1400. والله نخبزهم. هذه المدينة اعلى دخل عندي، والله لو ايش ما خسرتها، خوفي ادخل وانحشر الحالي. ايوه شكلهم يحاربون، الا شوف هلب بولونزو، يا سلام 1600 و1200 اتاك، والله اني خفت انهم يسحبون علي. حلوين هنا خيالتنا، خيالتنا شوف اغلبهم خيالة، واضح ان الاغلبية خيالة عندهم. والدروع عاد حدث ولا حرج، الدروع حدث ولا حرج، شوف كيف خربيتهم، تقول حدايد نازلين. هذا خلنا نحفظ شكله، خلنا نحفظه ان شاء الله انه يمدينا نشوفه في المعركة. تقريبا الرمح حقه هو الوحيد اللي كذا اصفر وفي له، لا والله كلهم زيه، الله يستر. احنا اكثر منهم عدد. Stand apart. وزع ابوهم رمات الاسهم. Horse archers. Horse archers. ودي انكم تكونوا من بعيد. Forward. تعالوا كذا. Face that way. يا سلام.
الخيال السيوف قدامهم. اتوقع هذه افضل تشكيله حاليا. توكلنا على الله نجرب السيف الرهيب. منطقه مرتفعه اللي احنا فيها، بحاول قدر الامكان اني اتجنب رمات الاسهم. والله لا 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 لا، مود التقطيع فعلته بالغلط. قلت لكم ان صارت مشاكل في المود. الحين بنجلس عند كل راس كذا نشوفه وهو طاير. يا سلام عليكم، شيل دول ولا احلى. وما تلسهم وينهم؟ من وزعكم كذا؟ والله السيف سيف جدا قوي، ما راح ابدله حق نايت كينج، خلاص نال على اعجابي صراحة. احلى شيء ان احنا مرتفعين في المنطقة هذه. قدموا الشيء بسيط هنا، خيري شوي طقه ويموت. خلنا نستبدله. ما مداني يتكلم، والله ما مداني يتكلم. يا سلام، شوف الساحة كذا، هذولاك تجمعوا هناك، نعطيهم تشارج بس هذول يقربون شوي. هذا حتى على وشك انه يموت. وربي تمركز ابن، بس اتحكم بهذول الخيال السيوف، اعطيهم تشارج وارجعهم. هناك اسهم تنتظرهم يا اخي. اوه الحين جيش الضعاف نزلوا، اتوقع سهم واحد. لا والله ترايب زمان تقريبا كان اسمهم. فالي الام الخيل اللي هجمهم كلهم. تقريبا الدفعة الاخيرة هذه. ما في ضربة ثانية، خلاص سيو انهل. استغفر الله العظيم. وربي استقبال. تمامت. يخرب بيت كمان. كيف بس لقطة جون سنو؟ سلفوني خير يا جماعة، عيب عليكم. عملاق على ظهرك لو سمحت، التنين حقي. شوف الروس. حدثني عن تقطيع الروس. 27 كل بيكون 144. هذا واحد من الشباب كان يكتب لي في الكومنت يقول لي حاول انك تجمع الناس اللي كذا متطورين. حصل 216 في التجارة والرايدنج والهذا، بسميه 27 كل. انا قتلت 50 واحد. تطويرات جميلة في التاكتيك، الليدرشيب والبولارم وكل شيء، لان سيف النايت كينج هذا يعتبر بولارم. يا هلا والله. طبعا الشباب طلبوني في الكومنت قالوا لي طير روسكم، ف طير راسه بس. لا ترجف ولا اسمع هاتك. عليا تعالي يا عليا. السلام عليكم. مسوي المحاربة القوية ما عندنا. ريكروت اول. المساجين كلهم الحين ودهم على طول، شافوا الاعدام قدامهم ينضمون. يلا اللي بعده اللي بعده يا كلبونا. خلنا نسوي ريكروت على السريع. اوف 70% انكريس دمج يا رجل، من غير الانكريس خلاص. انا السبيد ما نحتاجه، اوريدي سلاحي سريع. والله بيصير شيء اسطوري الحين، دمج وسبيد. طبعا هذول كلهم زعلانين الحين على الاعدام اللي عدمته، ف نروح اللي بعده. دقيقه خلينا نشوف الماب على السريع. الحين ما عندهم مدن فوق ولا شيء هنا، كلها تحت. فيب هذه افضل وحده. كم الدفاعات فيها؟ تماسك ان شاء الله اني ما انساه. نزيد حبتين. اي احد وده ينضم؟ 69. تعال يا بعد حي تعال. دفاعات 300.
المشكلة أن هذا اللي كانوا 11,000 الحين وصلوا 9,000. يعني تخيلوا احسبوا معي كم ألف يقدرون يسوون أرمي، لسه إحنا ما سوينا لهم شيء، فممكن في أي لحظة الحين يطلعون لنا، لكن دامنا مع بعض إن شاء الله راح نتغلب عليهم. هذا اللي عاجبني في الموضوع، بيساعدني بعد الحين بيسوي خير كبير. تكفى؟ إي والله بيساعدني على طول، سريع قبل أحد يجي. وهذا بينضم معي، يا سلام. أيوة ليدي سولت ولا سنت روبي يا رجال، 150 مدافع بس، ماتوا منا ثلاثة، ما زالوا زعلانين هذا على الإعدام. طبعا لو سويت شو ميرسي المشكلة هذا الشيء يخرب العلاقات، مثل ما تشوفون كل الأشخاص هذا الأساميهم موجودة راح يزعلون مني، من ضمنهم فورزا، هذا بسميه فورزا هو وماجو، هذا الاثنين ما ودي أن أزعلهم لأني ودي أضمهم بعدين. طبعا أنطالب بالمدينة ما تدخل تصويت، أزعجني هذا والله، أزعجني بسبب الإعدام اللي عدمته، خلهم يستاهلون. الوجهة اللي بعدها سريع، وين رايح؟ بترولينج، أوكي بيكون في وضعية دفاع، وخلني أنا بكون في وضعية هجوم. ما أدري والله ناخذ هذه ولا هذه. ريبلز تمردين، رويك فيهم. وين هذا اللي متمرد؟ وينه؟ وينه بعد حي؟ اوف 400 واحد، والله ما هو بهينين. المشكلة انهم في وضعية دفاع يا الذين. نحط واحد تربشوت، وش رايكم؟ وسنتروب 181. يلا ما عليه، تعال تعال انت المتمرد، تعال تعال، اليوم انا عندي حفلة، حفلة اعدامات، تعال عبرة لمن يعتبر. ايه يزين الصوت هذا. نشوف اللي بعده ان شاء الله، انا ما في احد بيتمرد. بس تعال، صح لازم احط ميزانية، لازم نحط ميزانية لكل مدينة. مانج تاون 3000، زيدهم 3000 ثانية، يضبطون وضع السور والقريسون والسواليف هذه. طيب تعال بسيج، تكفى ساعدني. كم دفاعاتنا؟ 500. خلينا نقيس النبض. ليوس يريد بسيج. ليوس وين هذه؟ ليوس او هذه، ليه كذا شاطح تحت اخر شيء؟ الحين غير ميليث، تعال يا بحي تعال. وتفرقوا تفرقوا تفرقوا، وهنا 300 مدافع يا رجال. ابي بس يقرب لي. ايوه بسيج، ما بي يتوسع الوسخ يصير الحاكم من على الحرب. تايوان لانستر، والله مش وقتك يا تايوان. بنعطيهم السلام بعد ما ناخذ المدينة هذه. الدور 201 راح. اللي بعده اللي بعده اللي بعده، بس هذه بس، ودي بهذه تكفى. في معاهدة سلام صح، سمعت صوت ميك بيس وذ دورن. مدافع 505 هنا، يمدينا عليهم بإذن الله. حنا 526، بس لو كالبونا بعد يفزع لي. ناخذ المدينة هذه على السريع قبل معاهدة السلام تكفى بسيج تاون. معاهدة السلام اوف 441 هنا، الليل ام الليل. كالبونو ايش الصوت هذا الغريب قبل شوي؟ ريبل ان ساث، ساث هذيك اللي بعيدة هناك، ما عليه. خله بس يخلص السور هذا ان شاء الله يمدي. المدك دك الباب فيه، والدرج ايش فيه؟ ايش سالفة يا شباب؟ سلام وينك يا كالبونو؟ سلام يا اخوان ايش فيكم؟ يس يا رجال سلام، ليه المشاكل؟ ليه تحبوا المشاكل انتو؟ الله يسامحكم بس، ايش فيه؟ ما نحب المشاكل حنا، الله يهديكم. ما تبون ناخذ المدينة؟ خلوها مش مشكلة. ساث في تمرد، وينها؟ هذه تمردوا علي عيال الذين. سديس والله سديس، اني اجي انت لشنبك هذا. تعال يا سديس تعال، طبعا هو اسرع مني، خلني بس احتل ال، انا كني مسرع الوقت بزيادة. سوي بسيج، تعال دافع، تعال دافع يا وسخ. خلنا نرفع هذا لننسى. اوف قرابة 600 مدافع، يخرب بيتك يا سديس، من وين جايبهم؟ والله متمرد رخيص بس انه قوي، يمدينا نعطيه معاهد السلام، لكن يخسي والله، ياخذ علي ساث في هالمرحلة. يا اخي ما ودي اخسر اي جندي صراحة، بس وش نسوي؟ هذا نفسه ترايبس مان اللي كان عند العرب، بدون المود اللعبة الاساسية، وهنا 350
من جاريسون وما تلسهم عندهم أكل حق 12 يوم يعني بياخذ وقت صراحة. إيد سلت يا رجال، والله المدينة حلوة يا أخي. المصيبة أنه ساحب عليهم بس خلاهم يأخذون المدينة هذه، حط الدفاعات وطلع برا. خلنا نقص بالأسهم قدر الإمكان. وفي نفس الوقت بعد كل رمية لازم تحرك الخيل كذا شوية. خلصت قضت الأسهم عندي. يلا يا رجال يلا خلنا نمسك سديس بعد المعركة هذا على طول عند الباب ونروي. أنا الرمح هذا لازم استبدله، ما له داعي صراحة، لأن السيف هذا حق نايت كينج يغنيك عن الرمح. اوف اوف العمالقة اللي يدفون والله العمالقة اللي يدفون، وعملاق صغير واحد. شوف شوف هذا الغباء الاصطناعي يسمونه، الغباء الاصطناعي. لفوا يسار. طيب عمالقة وضربتين ما تكسرون، عب عليكم والله. لازم اجيب اسهم عشان اتحبس هذا اللي بيجي من فوق يرمي الصخور، حركات اعرفها. شوف الحين بتحصلون من فوق يرمي الصخور على العمالقة. ما انا بشايف شيء، عادي احط الصخرة فوق راسي. والله ما في احد يرمي. هذا اللي واقفين هناك ينتظروني. تسمعوني يا شباب؟ والله مع القوم يا شقره، ما انا عارف وين انا. طريق 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 طريق. كلهم عبيد ما في دروع. والله قلت حياة. تعال يا سديس، ليتك موجود يا سديس. اوف 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 يا اخي، قصة الراس رهيبة والله. يا قليل الحياة. اصبر اصبر، جايينك جايينك رجال جايينك. شكله من حاشين هذا، سلو موشن لازم انه يطفيه والله. سوي من حاشة ساكن ما في دروع ولا شيء، ترايب زمان ولسه الجيش برا. شوف هذا ليش سوون بالله فهمني، عشان كذا كنت اخسر المعارك. طيب رجعنا المدينة. جايك يا سديس، هذا بدال وهذاك شلار، كلهم من ربعه. الحين لازم نخفف او ازيد السرعة. بحط المساجين حقي. Go to dungeon manage prisoners. ايوه حط لي نص المساجين مثلا. الوضع بيقلب توم وجيري الحين. وينك يا سديس؟ تعال يا عزيز سديس. هذا هو، خرب بيته. كم سرعتك؟ 4.9. مشكلة احنا في وضعية حرب. ايوه هم راح يدفعون لنا. ميك بيس كالبونا. اوكي حلو، حاليا ما في حروب عندهم، فودي اسوي ديسباند ارمي ما حد ياخذهم ويطير الجنود اللي معهم. الحين تعال. 4.2 4.9 سرعتي زيه، تساويني خرب بيته. احسن لك وقف كذا كذا بتنعدم. 152 يعجبوني المتمردين انا. Everyone attack. ما فيها تفاهم هذه. اوف عندهم خيالة. 26 و 26. اخيرا واحد مدرع معاهم. والله العظيم انه اوفر باور. سيف ودرع نايت كينج ورب الكعبة اوفر باور. اصير اتمشى بينهم هذا العبيد. يلا سلم على راسك. الجيش توه وصل. سري سري تعال هات راسك. ما اعتبرت بالمتمردين قبل. I am at your mercy. يطلب الرحمة. اعطيك الرحمة كلها، انا ما راح اعذبك. كويس اني حطيت المساجين. على طول المساجين، انا سألت في الحلقة الماضية اذا كان اذا حطيتهم في قلعة هل يقدرون يجندونهم ولا لا. رد علي واحد من الشباب الله يعطيه العافية، قال لي لازم انك تركب مود، بدون المود ما راح يجندونهم، راح يبقون
مساجين، وهذا الشيء صراحة سيء في اللعبة. يعني مفروض زي ما أنا جندهم بعد فترة يصيرون يخضعون للقلعة ويتجندون مفروض. المهم راح استبدل. تعال استبدل ايش قبل كل شيء يا حبيب قلبي؟ الركض هذا كله، هذه الرحمة اللي طلبتها يا أخي. الصوت اقسم بالله انك ما تشبع منه. شيل التطويرات، هات هذا من السجن وافرز لي اياهم كلهم، الضعيف من فوق والقوي تحت. راح اخفف اخليه مثلا معي بس 40، والله كلهم تير 5 و6 يخرب بيتهم. تدري راح يتمشى فيهم مش مشكلة، كلهم تير 5 و6. البارتيات اللي عندي 160، تايرن في واحد لسه باقي، في بارتي ثالث حقي وين هو؟ ليكون مات ولا افا. وين البارتي الثالث حقي؟ هنا ستيوارد 250، هذا هو لورد فيرس. فتحت فيه بارتي بس غريبة والله تكنسل، قبل شوي كان معي وجيشه كله طار. لا حول، بدال لسه معتبر، وشلار هذا بيتم يحرق القرى الصغيرة حقي، فلازم اني اعطيهم معاهدة سلام او اني اطير روسهم كلهم. فخلني بكلمه. ميك بيس. هو يبي فلوس بعد، كم يبي؟ 33,000. والله شيل يا رجل شيل، فكنا من شرك، مش فاضي لك والله، مش فاضي لك. طيب الحين احنا نحارب مين؟ ما نحارب احد. شوفوا يا جماعة الخير، الحين وقت انشاء المملكة. المملكة مثل ما طريت قبل ان لازم تحسن العلاقات، هذا سالفة 80. فصراحة ودي افكر يعني من بين الدثراكي كلهم، لو تشوفون مملكة الدثراكي اقوى كلان اللي هو طبعا انا والحاكم، بعدها يجي الوحش هذا، هذا علاقتي معه سالفة 23، ودي احسنها. ما شاء الله بنات كثير عنده، ارسلي على واحدة منهم وتصير العلاقة. طبعا هذا الحاكم ما اقدر اسوي فيه شيء. سالفة 23. الكلان اللي بعده مورو 66 العلاقة، ممكن يجي معي. وهذا برضه سالب 50، بس شوف السترينغث 550، الغنى تقريبا او فلوسهم افريج، لكن هذا فيري ريتش، والقوة 1380. فودي احسن علاقة معه وعرس من عنده. كثير من الشباب كتبوا لي في الكومنت عرس على تارجاريان، دينيرس تارجاريان، بس المشكلة انها هي حاكمة رولر اوف هاوس تارجاريان، فما يمديك تتزوج الحاكمة. فصراحة هذا اشوفه انسب خيار، بحيث اني اقدر اجيب من جيش الدثراكي كلانات معي، وهذا ان شاء الله انه مضمون لان 66 علاقتي معه. هذا الخطة المبدئية. في طريقة ثانية عن طريق الحداد، انك الاسلحة وكذا، بس انها مرة طويلة. ذا ريتش اعلن الحرب علينا، خلنا نشوف قوة الممالك كلها. هذه الطريقة تعلمتها جديدة. ذا ريتش ثاني اقوى مملكة في العالم 16,000. فوقت الانسحاب طيب هذا صح؟ كفاية حروب معاهم. خلنا اول شيء نطلب الزواج. لا هذا سالب 80 من هذا. لا هذا منبر بس 2، ما راح يفيدوني بارتيات كثير. انا بغيت كو هذا هو جهاجو، نقول له سلمك الله نبي الزواج. يقول عنده بنت اسمها اوناجن. اوكي كم فلوس؟ 71,000 مهرها. تذكرون اروى كانت 200,000 تقريبا، بنت العرب والعربان. الحين زوج دثراكيه يا شباب، زواج وانشاء مملكه في نفس الحلقه. والله شكلها يابانيه كذا مش دثراكيه، بس اهم شيء اني نفس الطول معها مش نفس. اوكي اما استريبنا وكمل العلاقه، ما شاء الله 64، قبل شيء 27. المفروض الحين يوم اني اطلع من دثراكي المفروض اني اقدر اضبطه. في طريقه ثانيه بس طويله شوي، انك تروح تسوي سيوف وتروح تعطيه اياه، تحسن العلاقه على حبه حبه، بس هذه الطريقه سريعه ومختصره. تزوج بنته ومفروض الامور في السليم. الشغله الثانيه اجيبها حاكمه للمدينه هذه الدثراكيه، فراح يعطوني ولاء. شوف الحين الولاء عندي سالب 2، فمجرد ما احطها تحتاج 3 ايام بعدين الولاء راح يتعدل. المفروض انها تكون وصلت. خلينا نشيك من الكلان جوفرنر اتساث. شوف الحين في خانه جديده انفتحت لي اللي هي الفاميلي او العائله، فهي المفروض انها متواجده. نسيت اسمها، هذه وناجن. الحين بما انها متواجده
نسوي ليف، خلنا نفضي هذا خانة كاملة ونقول الله يستر. ليف كينغدوم ليه مقدر البارتي هذا لازم نطيره، وهذه الغلطة اللي دائما أغلطها. ليف كينغدوم كيب أول هولدينج، يعني أحتفظ بالأراضي كلها اللي أخذتها، في حال أني تركتها لهم راح يخلوني في حالي ولا يعلنون الحرب، لكن بأخذها وبدفع لهم فلوس للسلم مثل ما طلبته في الكومنتات. والله ما أعرف كم راح يكلفني السلام معهم، بس قبل السلام خلنا نروح على طول نكلم شو اسمها وناقن ميكا كينغدم يا لانجوج اوف دثراكي، لغة الدثراكي، واسمها نفسه دثراكي. تزوجنا وخليناها تعلن المملكة، والنايت كينج جنبي وانا لابس زي الدرع. تخيل الجيش كامل لابس نفس هذا الدرع، لازم البنر هذا الاحمر احوله الى اسود زي الدروع حقنا. بس وينها؟ اجتماع الرجال ما تحضره، هذا الكومبانيون على فكرة. طيب الحين نجي الراضي الدثراكي، خلنا نرسلهم رسول، لان اتوقع عشان اجيبهم معي لازم نكون في وضعية حرب. ريليشنشيب سالب 100، لا مش هذا، مش هذا، اي هذا اللي يبيه 24، رجع 24. زين لو ما تزوجت كان بيكون في السالب، وهذا 26 كان شيء 60 تقريبا. هذا الاثنين اللي ودي اضم واحد فيهم، واحد بنته معي. اوكي وصلت الرسالة بسرعة. ادلك ديسكس ميك بيس، ممكن هنا اسوي بيس، بس ودي احارشه. ريليشنشيب 26. What are you saying exactly؟ يلا I'd like your support. You are my friend. حلو صديقي. This is risky. كم تبي فلوس اخلص علينا؟ شوف هذا اذكرنا كنا نعتمد على شخصيته، الرحمة عنده زيرو كرول، والفالر هذا risk life عشان الجلوري، وهنا generosity للي سواله معروف. طيب اتوقع هذه اوكي الحمد لله، يا رب تكفى تكفى. والله اني ما خزنت يا شباب، نسيت ما خزن. ينو كالبونو اسك، مستحيل ميرسي ولا عنده كالكوليتنج. اونر واحدة من ثنتين هذه مفروض. شوف حتى هنا النسبة هي اختصر لي السالفة، مفروض انها هذه. بسم الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله يا شباب انها اول محاولة. يوه كريه هذا الشيء، كريه اقسم بالله. تجلس 20,000 ساعة putting my life and حياة الآخرين. I need some sort support. اوكي يبي فلوس الزبدة، كم تبي؟ 100,000 يخرب بيتك، تستاهل يا وحش شيل. وهذا ما عندي شيء يعطيك اياه، سيوف هذه كلها بصهرها، تستاهل يا وحش، يا مرحبا بك. جبنا اول واحد للمملكة سحبنا. والله يا بيزعل كالبونو مع هذه وهذه. انزين هذه حقت مين؟ حقت خوينا لو جاء معانا. يا سلام شفتوا كيف، شفتوا كيف الفلوس مهمة يا شباب؟ قبل شوي مليونين، الحين 1,500,000. وش سويت انا؟ يلا يلا الرسالة اللي بعدها بسرعة. هلا بالوحش. تكفى ان ارمي. طيب ايش اسوي لك انت في الارمي؟ وش في عيونك كذا يا اخي؟ علاقتي معه كويسة، بس يقول لي انتظر كذا انحاش من الارمي اللي معي. طيب نعطيك فرصة. انا اللي متخوف منه لو اعلنت السلام معاهم اتوقع انهم يحاربوني، بس ما عندهم حرب ثانية. لا والله يحاربون ريتش، صح نسيت. عنده بارتيين ما شاء الله، البارتي حقه 160 يشل، واكثر حاليا عنده 160 رجال، وهذه من طرفه 53. تعال ما شيكت زوجه الصالحة هذه كم الستيورد عنده؟ ما عنده ستيورد، فخلها في القلعة وخلاص. أروى كانت تشارك معنا في الحروب أيام، والله هي حلو. هنا الدفاعات صارت تقريبا 500، الوضع أحسه في السليم كذا. ودي أعطيه شوية وقت هذا، إذا شفت الدثراكي حارشوني في مكان على طول راح أعلن السلام معاهم. بحاول قدر الإمكان أني أجيب العائلة هذه معي فيس ديف، لأن صراحة أقوية جدا. 1400 الكلان سترينغث مقارنة باللي خدته أنا معي 1100. والله اعتذر لكم يا شباب على التأخير في هذه الحلقة، لكن اشهد الله اني عانيت في اصلاح مشاكل مود. اتمنى هذه الحلقة نالت اعجابكم. بديناها مع الدورن، حاولوا ياخذون بولوزو ورجعناها وخذنا منهم مدينتين، كانت بداية حلوة. وبعدها تزوجنا وانشأنا المملكة
يعني صراحة نشوف انجزنا شوي في الحلقة. لا تنسون تدعموني باللايك واقتراحاتكم مرحب بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.